شبيبة القبائل والتي لطالما عودتنا على رفع راية الجزائر عاليا عادت بقوة خلال مباراة إياب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالرغم من الخسارة الكبيرة التي تلقاها الفريق في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة. انتفاضة الكناري جاءت كأحسن رد على كل من تكهن بنهاية عهد الفريق الذي يعتبر الأكثر تتويجا في الجزائر قاريا أو محليا، فوضعية الفريق المتدبدبة في البطولة الوطنية حتمت على إدارة الفريق تغيير الطاقم الفني وتخليا عن التونسي الحيدوسي لتستعين بكل من رحمولي وموسوني ولدني أعطى دفعة معنوية لرفقاء بولعويدات. الجمهور هم حاسين بالآخر وجمهور باللي البارح الإرادة ديالهم والدعم تاع الانصار هو اللي جاب اللي دار الفرق، وين اليوم اللاعب راهو كونسيون وانا بنهم باللي معنا احنا واش قلنا لهم مدينا لهم الثقه الكامله هذه وقلنا لهم دوكا عليكم بالعمل وان شاء الله نتقدموا كيف كيف بالصح تبعوا السيره ديالنا والنظام ديالنا. الفريق بالرغم من محدوديه تشكيلته هذا الموسم الا ان الانصار يعولون على الطاقم الفني الجديد من اجل انقاذ الشبيبه من الوضعيه الحرجه التي يتواجد فيها خاصه في البطوله الوطنيه والذهاب بعيد في منافستي كاس الجمهوريه وكاس الكاف، فهل سيوفق الثنائي رحموني وموسوني في المهمه؟ لا باش نخرجوا من هذه المرتبه كيما نقول لك سيئه ومن بعد واش جاب زياده حاجه اخرى ان شاء الله بلاري دي ديالنا انا ومراد جوبونس باللي لي سيبورتور راهم يعرفونا ودايرين فينا ثقه وحنا دايرين فيهم كونفيونس باسكو بلا بيهم ما نقدروش نافونسيو. بانتظار عوده الشبيبه الى سابق عهدها يبقى على انصار الفريق الالتفات حوله والوقوف بجانبه الى غايه اخر رمق من المنافسه.